ازيكم؟ اهلا بكم في حلقه جديده من فيلم ستريم. يا عم بقولك سيبني يا عم، مش عايز اكمل الحلقه دي اصلا. يا عم مفيش حاجه اصلا تتقال. طب يعني انا اعمل انا ايه دلوقتي؟ حلقه اصلا زفت ما تستحقش اصلا كمان تاخد تقييم، ده 0 من 10، ده انا جديت لها كده رقم. طب ما تزقش. يعني هنحاول نقول اي كلام، هنحاول. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. بجد حلقة زفت الزفت، يعني حلقة الواحد ما كانش متوقع ان هي تكون بالسخافة والتفاهة والعبط اللي احنا شفناه ده. انا كنت متخيل ان الحلقة هتقدم لنا حاجات جديدة وحاجات مفيدة وحاجات مهمة، بما انها الحلقة 9 اخر حلقة، خاصة بعد الحلقة 8 اللي ظهر فيها دير ديفل. لكن الحلقة 9 تكون بالطريقة دي وبالمنظر ده، حتى جماعة الانترجنسيا بعد كل الأوهام والخيالات اللي جت في دماغنا وعن الشخصيات اللي هتشارك في هذه الجماعة اللي هي بتحارب الناس زي شي هالك والأفنجرز والناس اللي زي دول، يطلعوا في الآخر شوية عيال تافهة بتزعمهم واد تافه أصلاً، حاجة يعني قمة التفاهة. يعني أنا بحاول بكل الطرق إن أنا أتكلم بشكل موضوعي ومفهوم وموزون، لكن كل ما افتكر المشاهد بتاعت الحلقه 9 بيحصل لي صدمه نفسيه وصدمه عصبيه. يمكن احداث الحلقه 9 حتى كمان ملهاش قصه، يعني انت ما تقدرش تمسكها من زاويه مثلا او تقول ايه ده، الحته دي مهمه والحته دي كويسه نقدر نتكلم عنها ونبني عليها نظريات واحداث وتفسيرات ممكن تكون مرتبطه بالاعمال اللي جايه، لكن ولا اي حاجه من ده حصل. يعني حتى وانا بتكلم مش عارف ارتب كلامي صح، هي المفروض ولا اي حاجه من الحاجات دي حصلت. ناخد بقى قهوه نحاول نروق من دماغنا شويه. انا حقيقي متعصب جدا فعلا، يعني حرفيا انا متعصب، مش بحاول افر قدامكم بس فعلا انا متعصب. يمكن ميس مارفل كان فيها احداث افضل شويه، كان فيها قصه، كان فيها حدث، كان في حاجه البنت بتحاول توصل لها. حتى مشهد النهايه كان مبشر وكان بيرمي على ميس مارفل على ذا مارفلز. طب وبعدين ده بيرمي على ايه بقى؟ ده بيترمي في الزباله. حتى الكلمه البسيطه اللي كان ممكن نتكلم عنها اللي هو ابن هالك، ما يعني طب هقول فيها ايه؟ يعني حتى فكره ان انا احاول اتكلم عن الموضوع حتى هقول في ايه اصلا؟ الواد اصلا كمان طالع بطريقه مستفزه جدا، طالع من ورا ابوه كده ما تفهمش ده مين ده اصلا؟ وايه الجرافيك ده؟ يعني انا مع بدايه الحلقه قلت في حاجه مبشره، الدنيا كانت متسارعه شويه، كان في حاجه بتحصل، في سنه غموض كده، وبعدين اكتشفنا ان كل حاجه بتحصل عند ابومنيشن، وبعدين فكرنا طب ما هو ابنشا ممكن يكون هو اللي بيعمل كل ده، وبعدين فجأة شي هالك بتدخل، وبعدين هوبا هالك بيدخل، وبعدين هوبا تيتيانا بتدخل، وبعدين بتحصل معركة كبيرة، وبعدين شوية تسريبات يقولك ده الريد هالك هيظهر، فكان انت بنيت امال كبيرة جدا. وبعدين فجأة الست جينيفر تقرر ان هي تكسر الحاجز الرابع وتدخل كده من ديزني بلس وتنط على الجزء الخاص بالناس اللي هم الكواليس بتاعه الافنجرز، وبعدين تدخل على الشخصيات اللي هناك وتوصل للناس اللي بيكتبوا السكريبت، وبعدين تقول لهم ايه ده، ايه اللي انتوا بتكتبوه ده ملوش اي لازمه، وهي اصلا ملهاش لازمه، فتتخانق معاهم، وبعدين تروح لكيفن فيجي، يطلع كيفن فيجي عباره عن روبوت وافيه سخيف ملوش اي لازمه برضه، وبعدين يقول لها المفروض في حاجات هتتقال وحاجات هتتعمل، وبعدين تقول لهم لا 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 سيبكم الكلام ده، احنا سايبينه منك انت اصلا، مش عايزينك انت اصلا. وبعدين تروح مبوظه كل حاجه وتقول لهم بقى انا عايز الواد دير ديفل، الواد الحليوه ده، فيجي لها دير ديفل ويضحك برضه بافهاته السخيفه. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه المسلسل اللي ملوش اي لازمه ده؟ حرام عليكم، ضيعتوا من وقتنا، وقتنا المسلسل كله نص ساعه، يعني كل الحلقات نص ساعه نص ساعه نص ساعه. حتى الافتر كريدت سين ملوش لازمه، لما ظهر وانج وخد ابومنيشن معاه. ايه الجديد برضه؟ ما هو بياخدوا على طول ويسافروا ويعملوا حاجات مع بعض. ايه الافيه هنا؟ ايه الحكايه اللي ممكن تاخدنا تودينا لحاجه تانية؟ قول لي ايه الجنان ده يا جدعان؟ اعذروني على عصبيتي، مش قادر، انا مش قادر يا جماعه انفس مع مين بس؟ يا عم خلاص بقى، ما عنديش كلام تاني اقوله، حرام عليك بقى. انا معاكم ان الحلقه الثامنه كانت حلقه قويه، كانت حلقه حلوه، دير ديفل ظهر وعملناه الليله وفرح، لكن الحلقه التاسعه تاتي بهذه الطريقه المزعجه الممله، ده اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر. المسلسل من بدايته كان ماشي بشكل يبدو انه هيمشي في تصاعد زمني محدد، وهيكون في قصة معينة، وهنخرج من بره فكرة الصراع الهوية بتاعت شي هالك وجينيفر بدري، لكن المسلسل لحد اخر لحظة وفي صراع هوية ما بين جينيفر هقولها جينيفر وشي هالك.
علشان خلاص يعني كفايه بقى صراحة. هو حتى البنت لما برضو خرجت بره دخلت الحاجز الرابع ودخلت كيفن فيجي قالت له انا عايز الصراع الهويه ده يبقى شغال، شكل حرام حرام عليك. طب لو مسكنا الحلقه التاسعه حاولنا نحللها كده لو فيها تحليل اصلا مش هتلاقي حاجه معروفه، لكن نهايه الحلقه يعني خلاص كده بقى دير ديفل بقى من العيله، يعني من عيله شي هالك بقى البوي فريند بتاع شي هالك خلاص، وهالك ظهر معاه ابنه وهي دي بقى كده العيله اكتملت. انا حسيت الموضوع فاست اند فيريس قوي في نفسه، وعم فان ديزل هيظهر والروك هيظهر ونجتمع مع بعض. ايه ايه ده ايه ده ايه ده، في رضاء للدرجه دي يعني؟ والله العظيم مش عارف اقول. انا اقفل يا عم، اقفل الحلقه دي، اقفل الحلقه دي خلاص. لو عايزين تعرفوا رايي في الحلقات اللي فاتت من شي هالك شوفوها في البتاع اللي هيظهر في الاخر ايا كان ايه هو المهم. يعني مع السلامه. انا يا عم اللي زهقني يا عم، بص يا عم كده.